عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم جميعا بخير، وربنا يعيد علينا الأيام وعليكم بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. حبيت أقول لكم كل سنة وانتم طيب وانتم طيبين، بس محضر لكم فجأة متأكد إنها تعجبكم جدا. معانا صديقي الحبيب المايسترو محمد الفكاهي. حبيبي اتفضل يا مايسترو. يا صباح الفل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم وعودة. اعتقد احلى مفاجاه. الله يبارك لك ويحفظك يا شريف ويبارك لنا في المتابعين الكرام. امين يا رب. امين. كل عام وانتم بخير. خلاص بقى بعد بكره رمضان، ها ان شاء الله. كل عام وانتم بخير وكل البشريه بخير، مسلمين ومسيحيين وكل الناس بخير، يعني كل بخير الناس. وسامحونا طبعا على الغيبه اللي فاتت دي لظروف السفر ولظروف اخرى، يعني مع حاله مرضيه، بس الحمد لله عدت على خير الحمد لله. واقتراح بقى الاستاذ شريف النهارده، بما اننا داخلين على رمضان وقلنا نعيد عليكم ونقول لكم رمضان جانا. والحقيقه بقى ان الحلقه دي ما ترتبتش قسما بالله. محمد اتصل بيا بيقول لي ما تيجي يا عم عايزين نخرج ماشي. انا في مشوار هخلص وارجع البيت واجي لك، وفعلا جيت قال لي اطلع عشان انا عملت كيتو وبتاع وباكل. تخيل الفتره اللي فاتت دي. فطلعت له وبعدين بقول له ايه يا محمد، ما ينفعش كده، احنا اتأثرت مع الناس كتير جدا بيسالوا عليك في التعليقات وكده، ايه رايك ما تيجي نقول لهم كل سنه وانتم طيبين وبتاع. قال لي طب ما قلتش ليه من الاول، كنت قلت لك هات العود. قلت له لا، عودي حبيبي تحت في العربيه. وفعلا يعني جت كده ايه بالصدفه يعني. ان شاء الله تستمتعوا معانا وكل سنه وانتم طيبين. طيب احنا رمضان جانا كلمات حسين طنطاوي. حسين طنطاوي. انا الحقيقه اول مره اسمع الاسم ده. لا حسين طنطاوي انا ما اعرفش. مر عليا كم مره في حاجات مصريه. لكن الحان بقى لعبقري. طبعا عبقري الموسيقى العربيه الغير تقليديه، يعني الراجل اللي سابق فيه والحساس قوي. حساس قوي وجميل قوي. عمنا محمود الشريف. محمود الشريف. يا حلاوه. ومين بقى اللي يغني؟ يا ساتر يا رب. استاذ الاساتذه. يا ساتر يا رب. استاذ الاساتذه. مسطره غناء. مسطره الغناء العربي والله. يا عبد المطلب. محمد عبد المطلب. يعني رحمه الله عليهم جميعا. عمل بصراحه من الاعمال الجميله، والواحد بيسمعه في اي وقت بغض النظر عن الظروف اللي احنا فيها على رمضان والمناسبه. لا والله. لكن الواحد بيسمعه في اي وقت. بعشقه. بعشق محمد عبد المطلب. بحبه جدا. وان شاء الله لكم نصيب في احد الحلقات التفسير في اعمال محمد عبد المطلب. ان شاء الله. طيب ندردش كده في المقامات والحركات وكده، ولا سمعوا من المقام الاول؟ اولا احنا عايزين نقول حته ان هو دخل في مقام. طبعا. وغنى في مقام. وغنى في مقام. وراح في نص الحاجات الثانيه كتير. ايش شريف بقى؟ شريف بطبيعته يعني، فاهمني؟ لكن احنا عشان نيجي نقول المقام هنضطر، يعني هو دخل في مقام في الاول لكن قفل في مقام في الاخر الثاني خالص، اللي هو مقام الغنى الرئيسي بقى. اللي هو طبعا عجب الفاق. فيبقى نقول لهم عجب الفاق. نقول الاساسي الاول. يعني نقول الاساسي ان عجب الفاق وبعدين نشوف الدنيا فيها ايه. هناخده من الضرب من الفال اللي هي الوسطى بالنسبه للعود يعني. ايوه. فا صاد لا سي دو ري مي فا فا مي ري دو سي لا صول فا. علامات التحويل معانا السي بمول فقط لا غير. وطبعا بالنسبه بقى لعزيف العود تغير وضع الايد عشان نجيب نغمه الفا. احنا قلناها قبل كده ونقولها تاني. فا صاد لا سي دو. وانا بقول الدول حره، بحرك ايدي نص طن قدام واقول الريب الاول والميم الثالث والفا الرابع. نعم. ونرجع بنفس الطريقه عند الدو، ارجع للوضع الاساسي وتبقى سي بمول بالثالث لا صول فا. حلو. الراجل بقى مباشره بدا من ايه؟ من على نغمه لا. هو بدا بدايه جميله قوي. يعني هو دلوقتي بدا لا كاساس لمقام النهاوند، كخمسه مقام نهاوند الدوكا الري. ايوه الري. وبعدين خدنا الحقيقه يعني ما تحسش ابدا ان انت كنت في نهاوند دوكا ورحت العجم. رحت العجم. ما تحسش نهائي انها سحريه. حقيقي. برغم ان عامل فكره رابعة تمره بقى. الرابعة تمره والتاني بغني
للدين يعني ري دفا ربعتين تمتين ربع لري للأساس للأساس النهوان دي ري ودفا للأساس نهوان دي الفا عجل سوء عجل الفا طيب عظم على عظم الشريف عامل حاجة يا جماعة في الحتة دي جميلة صراحة وبعدين بدأ بالخمسة وأظهر حساس الخمسة يعني بيلمس حساس الخمسة حساس الخمسة وانا بقولي تم بتاعها كمان التانية طبيعية التانية طبيعية سي بي مول التانية أصغر سي بي مول لكن هو الأصغر حساس حساس الخمسة ده اللي يقصده يلا يلا نقول مع بعض ونشوف الموضوع ايه يلا سيدي 1 2 عشان الناس دي تفهم رمضان الفكره اللي احنا بنتكلم فيها ايوه احنا عزفنا له معجم الفا لكن الراجل بالفعل عامل مقدمه في نهاوان دري ايوه ايه مع لمس زي ما قلنا في الصوت دي كلمه كامله في نهاوان دري بقفله تم في نهاوان دري طبعا نهاوان دري اللي هو من غير حساس اللي هو النهاوان الطبيعي يعني الطبيعي طيب هو كده عملنا المقدمه دي تحب تقولها سولفيج قبل ما نخش على يلا بينا قبل ما نخش على الغنى يعني عشان ما ننقلش ان اللي اتعجب ونرجع تاني النوع اوكي لا سي لا صول لا دو سي لا طبعا عندنا هنا لا سي مول ها لا صول صول ديز نصين تون دول ايوه جميل لا سي لا صول لا دو سي لا مي فا صول لا سي لا صول سي لا هنا بقى عايزين نقول نصين تون صول ديز لا انت طالع سي لا صول سي لا لا اصلا مي فا صول لا صول دي بقى بتبقى صول طبيعية يعني نعم ايوه صول طبيعية صول طبيعية وبعدين لا سي لا صول ديز سي لا مظبوط ري دو سي دو دو سي لا سي سي لا صول لا لا صول فا صول صول فا فا ري ري مي فا صول لا فا ري لا ري شوف بقى هنا بيقول لي عندي كمان ليه بقى انت عملت حاجة هنا لا فادي ادي هارمونية الدرجة الأولى يعني أنا نهوان درسني نظم فاهم قفلة تامة ثلاثة هو قفل قفلة تامة ووضح فيها طبعا ميلوديا اللي هي الرابعة تامة تام تام وراح راح فين بقى هارمونية دو رابعة تامة دو فا دو فا دو فا يلا نقول الغناء 1 2 رمضان جاي وفرحنا وبعد غيابه وبقاله زمان شايف الواقف فين؟ واقف على المين اللي هي حساس حساس المام الجديد اللي هو عجب الفار ايوه ايوه كانوا قولوا شهر الطولوا غنوا مرة قفل على الحساس ومرة قفل على الاساس طيب نقول سولفيج الحته دي دو فا لا صول لا سي دو سي لا لا صول صول فا مي ري دو فا فا مي ري فا مي دو فا لا صول لا سي دو سي لا لا صول صول فا مي ري ري دو فا مي ري ري فا رمضان جانا هلا رمضان قولوا معانا هلا رمضان جانا هلا رمضان قولوا معانا هلا رمضان الغنى كله عجب فا دلوقتي نعم والاحساس جميل حد بقى منكم حس ان احنا كنا في نهواند ورحنا العجب فا انا شخصيا ابدا ولا ابدا
النقلة في منتهى السحرية. بس قبل ما نخش في الحتة دي بما انك اتكلمت على النهواند والعجم للناس اللي بتوع الغربي وبتاع الحتة دي ايه؟ اه اتفضل. النهواند اللي لما يروح العجم الفقر او اي صغير اللي هو المناسب قاعدة السلالم المناسبة اللي عايز يرجع للقواعد الغرب يعني وعلاقة السلالم ببعضها فده السلم الكبير اللي هو العجم والسلم المناسب بتاعه لازم ننزل له تلتة صغيرة يعني عجم الفا لما نحب نجيب المناسب بتاعه ننزل له تلتة صغيرة يبقى نهواند الري يبقى مي ري يبقى ري هو المناسب بتاعه والعكس صحيح هو بدأ بري صغير عشان نجيب الكبير بتاعه المناسب نطلع تلتة صغيرة اللي هي واحد ونص طول. يلا جميل احسنت يا جميل. وبعدين نفس شهناز على درجة الله بتغيب علينا وقلوبنا وقلوبنا معا بتغيب علينا وقلوبنا وقلوبنا معا وفي السنة مرة تزورنا وبنستنى وفي السنة مرة تزورنا وبنستنى بنحبك واحنا بنحسن لك ونوضب لك ونرتب لك بس احنا ممكن ناخد الحتت دي بس نفسرها بتاعت نقله الرصد والتجنيس الالياتي اكيد الرصد اللي عندنا هو الرصد اللي عندك اللي تحت ده كده يعني اكيد ايه بس الجزء الاولاني قلنا ايه اللي هي بتغيب علينا هو طبعا ده هنا شهناز رسمي يعني لا صول فا مي ري دو سي لا ايوه لا سي بيمول دو دييز ري مي فا سول ديز لا وفوق كمان عامل سي بيمول دو دو ديز دو ديز دو ري دو سي لا هو شهناز رسمي وبعد كده راح مسلم نغمة الصول اللي هي الطبيعية وقال ايه وفي السنة سي بيمول عامل جنس رصد نوى رسمي ايوه رصد بس الركوز اغلبه على الله يعني ايه يعني كانه تجنيس بيادي كانه تجنيس بيادي على الله كانه بس هو عايز يقول الرصد برضه يعني احساس كامل للرصد وفي السنة وفي السنة مرة تزورنا عايز نروح للايه عارف حتى النازله الاولانيه كده قبل الحفله دي تقول قول تاني حوالك في 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 يعني بنسميه سند نوى كده قول ده السنه هو قال لك انا
النوى الانترفيجن يعني كده كل الكوز لظهور نهى رغبة الصول للتشويق يعني. الله الله معلقة يعني نوى بس شوفوا احنا لسه راس النوى بس حلاوة الشريف بيديك ريحة السيكا يعني عايز يقول لك كأنك يعني طعم انك اشرح خمس سيكا كده الراس بالدرجة التانية وايه كمان معناه الايقاع شيك من بن 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 على ايوه احنا نسينا نتكلم عن الايقاع البدايه كمان المايسترو نسينا المايسترو والكسر اللي في النص دي برضه اللي بنقولها مفيش مشكله نقولها تاني يلا نقول طيب قلنا نسيت ونوضب العين ونبدلنا وعامل جنس الفرع بتاع اللي هو راس الدوكة ايوه في الطبقة الغليظة الغليظة بالظبط تحت يعني عامل الجنس الفرع بس تحت يعني هيبقى معانا الفا نص دييز الري والميكار والميكار والفا نص دييز بس مش غريبة يعني برضه يعني شوف عمل رصد النوى ما عملش رصد الجهرجة اللي هو اصلا يعني منطقي اي حد كان بيعمل ترى بيغني في عمل الحوار المفروض يروح رصد الفا يعني ماشي نقربها ليهم ونشبهها على اساس العجب الضوء عجب الضوء ورصد الضوء فطبيعي ان اقول عجب الضوء ورصد الضوء او ان انا عجب الضوء او رايح رصد النوى مثلا او رصد النوى الخمسه لكن مش الثانيه مش الثانية يعني مش مبقاش عجب ضوء ابقى ايه رصد الريه ما هو ما خد خد بالك يا مايسترو هو دلوقتي ما خدش رصد الدرجة الثانية مباشرة ما بقاش ما بقاش ما خدش الشهناز عشان يوصله بسهولة ماشي وقت ما بقاش الشهناز ما بقاش لكن الفكرة سواء طلع ثانية أو نزل ثانية من الشهناز برضو اللي هو التتالي أيوه هنا عبقري 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 أكيد طيب قال لي ايه بعد كده؟ تاني خلاص الحته بتاعت هنا معانا لسه السينوس مول زي ما احنا ري دو سي سينا ري دو سي هنا من اول هنا بقى السينوس مول دو سي دا سينا سول نعمل دكابو يعني من الاول دكابو دي في الموسيقى يعني مصطلح يعني نقول من البدايه من الاول تاني وبيختصر في حرف دي ايوه دوت سي وسي ايوه, أيوة. آه عشان نشوف دخول الريتم لان في ناس مهتمه جدا بموضوع الايقاع نعم طبعا تي لا ري لا ده ايقاع فوكس الوقفه دي اللي هنشوفها دلوقتي طيب اللي فات فوكس ما فيش مشكله فيه طب امسك لنا الميزان يا مايسترو عشان تبقى واضحه كده ميزان احسن اه ان شاء الله جميل من عارف من على طول لان الدخول هنا مع الدوم طبيعي ما فيش مشكله اه كان المفروض دي بقى تان دوم دي الكسل ايوه يعني علشان ياخدها بس عمل كانها واحد من اربعه ولا ايه؟ يعني كانها موزون واحد من اربعه بس هو لو الراحه كانت تبقى ايه؟ قول الناس ما اقول لك انا رصدته ايه؟ بالظبط كده لو كانت عملت كده كانت تبقى مريحه مفيش فيها كسر ايوه بالظبط بس الكسره حلوه ومقصوده وبعدها في كل مره بقول وفي كل مره بقول بالظبط يعني هي لو كانت غلطه كان كنا نقول ماشي لكن لا فهي هتبقى ايه؟ تيرا ولا ولا بقى الموضوع عامل لك ازاي؟ 1 2 يبقى اخر مزرعة خدها ثلاثة ايوه خدت بالك؟ بام 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 عشان احسنت
كأن ثلاثة أو كأنه عمل مضاعف أربعة وعمل واحد أربعة كأنه مفيش دور واحد فعشان تعادلها هنعمل ميزان واحد بس طبعا لازم مين هيرجعك طيب جميل طيب الدخول هنا بقى كأنه إيه؟ نغاري يعني فعلا نغاري رمضان النغاري او الاناكروز الاصلاحين اللي اتكلمنا فيه قبل كده بس سالت عليه اللي هو الدخول قبل الضم يعني قبل ما يبدا المزور يعني طب إيه انت جيت يا رمضان رمضان لا وخلي بالك انت خدت حضرتك انت قلت حاجه مهمه جدا في المزرعه انت جيت رمضان كلهم ما بيجي يخبطوا رمضان ده يثبت لك ان سعيد صالح ويونس الشلبي موسيقيين يا بيه الشلبي اللي قال رامي الدلدار فاكر بتاع لا جاموسه راحت قالت يا بص الناس دي ما يعني ممثلين بس شوف حاجاتهم فكانوا ينزلوا في الضم فنانين وسميعه وعندهم حس موسيقي عالي جدا نعم نعم طيب احنا مش عايزين نطول عليهم عشان خاطر تبقى حلقه خفيفه بعد العوده يعني ولا في حاجه عايز تقولها تاني؟ لا يا حبيبي مش اي حاجه احنا لو في حاجه في الكلام بس في لا لسه في الجزء الايقاعي يا محمد اللي هو بتاع الكوبليه بتغيب علينا ده سنباط وبعدين لا 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 بس هو عمل ريحه شويه يعني نزل السرعه حاجه بسيطه طبعا اجمل لما تنزل السرعه بيبقى اجمل بكتير وبعد كده نرجع للايه؟ للعادي بقى. طيب احنا كده يعتبر خلصنا ونتمنى نكون ما كناش تقال عليكم وكل سنه وانتم طيبين. كل عام وانتم بخير يا شريف انت بخير يا حبيبي بخير يا محمد والله العظيم يا جماعه انا يعني هم اكيد حسوا بيا لما كانوا بيشوفوني في حلقاتي وانا لوحدي حللت كام حاجه كده لوحدي فاتح معاه وعودت عيني ومش عارف ايه. برضه يا اخي ما فيش روح في الحلقه لا ازاي لا انا ما بحسش ان في روح في الحلقه انا بندمج مع اللحن وبتاع يعني ايه بتغاضى عن ان ما فيش حد معايا حد في الجوشك لا لا لكن وجودك طبعا اساس يا مستر وليك اراء سديده جدا وليك لقطات يعني ما شاء الله عليك ربنا يديك الصحه ربنا يزيدك ما تنسوش بقى احنا خلاص رجعنا اي نعم احنا خلينا على رمضان بس ما فيش مشاكل ان احنا كل كام يوم كده نتقابل بقى بعد التراويح وبرده خير انا هعمل لهم مسابقه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هعمل لكم مسابقه ظريفه كده تقسيمه مقطع من اغنيه زي المسابقه بتاعت السنه اللي قبل اللي فاتت كنت بعزف لكم مقطع وتقولوا لي ده ايه ده كان مقام كذا وراح لكذا وراح لجنس كذا يعني تحليل كمراجعه كده ما هو ده تفسير ما اللي هيقول ده تفسير هم اللي هيكملوا هيكملوا لنا بقى هيكملوا لنا هم اللي هيفسروا المقاطع اللي هيعملها لهم باذن الله ان شاء الله الى ان نراكم كونوا في امان الله وكل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير صباح الخير عليكم السلام